أولا لازم يعلم خاصة أنصار فريق شبيبة القبائل أن عملية استقدام عنتر كريم زياني كريم زياني يعني هي محاولة لتلميع صورة شبيبة القبائل التي يعني كانت صورة ملطخة في عهد رئيس المخلوع شريف ملال. يعني الرئيس الجديد حب يعطي دفعه نوعيه باستخدام قامه من قامات كره القدم الجزائريه، ويعني يعني وكأنه يقول هذا عهد جديد، وهذا عهد جديد. يعني شوف، هي سلاح ذو حدين. يعني اولا يعني معروف بالاحترافيه تاعو، اللي كان اللاعب محترف دونك يعرف قواعد الاحتراف، كمدير رياضي يقدر يجيب البلوس، بصح من جهة أخرى العائق الكبير هو ما يعرفش واقع كرة القدم الجزائرية. وهنا نقول لك بليك سي 50-50، يعني 50% نسبة النجاح تاعو. لكن الشيء الذي لازم نقوله بليك يعني استقدام زياني يعني صفقة إن شاء الله تكون مربحة إن شاء الله.